ثانية، كل دقيقة، كل ساعة، وبالأحرى كل الوقت مكرس عند الجزيرة ببث الحقد والغل والكذب والخداع ضد سوريا والسوريين. الجزيرة تفبرك، تلفق، تكذب، تدعي وتختلق الأخبار عن سوريا، وهذا يقتضي زيادة في سفك الدماء السورية. زيادة في سفك الدماء السورية، هذا يقتضي أن محرر الخبر يفتقد للأخلاق وشرف المهنة. محرر الخبر يفتقد للأخلاق وشرف المهنة، وهذا يقتضي يساهم في سفك الدماء السورية الطاهرة. ونتيجة نهائية، الجزيرة بمحرريها ومذيعيها وكل كادرها تقتل السوريين بسلاح كلمتها الكاذبة المفبركة المختلقة والملفقة. يسفك الدم بتحريض حاقد، وتختلق الأكاذيب المليئة بالغل، ومع هذا يستمرون في إزهاق أرواح السوريين بسلاح وسخ، سلاح كلمة زائفة من محرر حاقد يفبرك ويفبرك ويفبرك، ليخرج بتقرير يسيل منه السم الزعاف كحية رقطاء، ولكن الحية تقتل لكي تأكل أو تدافع عن نفسها، بينما هو يمارس القتل بكلمة كاذبة خبيثة حاقدة ويزهق أرواح السوريين كمن يتسلى بالتفرج على قطع الدومينو المتساقطة. كيف تستطيع أنت وكل من معك أن تنظروا في عيون أولادكم وعيون أهلكم، يا من تقومون في كل يوم بزرع الحقد وقتل أبناء وأطفال سوريا الأبرياء وحرق قلوب الأمهات والآباء؟ أغاب عن ذهنكم أن الفتنة أشد من القتل؟ أتستمتعون برؤية السوريين أشلاء متناثرة؟ محطة خبيثة تفتقد لكل معايير الأخلاق وتكرس كل جهدها وجهد مذيعيها ومعديها ومحرريها لسفك الدم الغالي، دم أبناء سوريا الشرفاء. ولكن انتبهوا، كما فطرتم قلوب ملايين السوريين، سيأتيكم يوم وستفجعون بأقرب الناس إليكم. لأن رب العالمين يمهل ولا يهمل، ونحن السوريون كلنا أبداً لن ننسى.